مشاهدينا منطلع عليكم بحلقة جديدة من أبلود ديلي شو على تيلي لوميير ونورسات 6:30 مثل ما تعودتوا تلاقونا. إذا بتحبوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي أبلود ديلي شو على فيسبوك إنستغرام وعلى تويتر، بتحبوا تشاركونا أفكاركم وحيلا من المواضيع اللي بتحبوا إنه نحن نحكي فيها بحلقاتنا، لأنه مثل ما لاحظتوا نحن بكل حلقة عم نحكي عن موضوع معين. رح تمضوا ساعة من الوقت مع منيف ريم وأنتوني، ورح نحكي اليوم عن موضوع التغير المناخي. شو عم تشوفوا بهالصورة اللي هلا قدامنا؟ بهيدي الصورة بنلاحظ إنه في قرص واقف على كمية من الثلج، وبنلاحظ إنه هيدي الكمية من الثلج حتى في دايب، يعني هيدا المي اللي صار يوما ما كان ثلج بس دايب لعوامل معينة. كمان بنلاحظ بالصورة إنه حد محل ما واقف الدب القطبي في كمان مثل بقعات ثلج مفرفطة على كل سطح المي، يعني هيدا كمان بأكد على اللي قلته أنت أنتوني إنه كأنه هيدا كان كله ثلج بعدين داب لسبب معين وتكسرت هيدي البقعة الكبيرة وصار في فرافيت. أنا بشوف دب قطبي زعلان لأنه بيته محل ما كان عايش، ولا زعلان ليكي إنه بيته كان عايش هنيك الزلمة وكان كل حياته هنيك وبطل في محل يعيش، يعني انه للاسف من وراء تغيير المناخ اللي عم يصير بالعالم شيء ما فيها ننكره، وخصوصا انه دراسات من 2016 بتثبت انه 2016 كانت اكثر نقطه عاليه فيها درجه حراره الارض من وقت ما بلشنا نسجلها بالسبعينات، من 250 الف سنه حتى كنت عم طلع ما كانوا عم يوصلوا المناخ وما عم يوصلوا التغيرات المناخيه لهدول النتائج، يعني 250 الف سنه هو رقم كثير كبير، وال 2016 كانت مختلفه نسبيا، يعني صار في كثير يمكن ارقام قياسيه بهيدي السنه واكثريتها من ناحيه التغيرات المناخيه والتلوث البيئي. هل برايكم تغير المناخي، واذا بدنا نقول كمان هون بدنا نفوت بالاحتباس الحراري، هو فعلا شيء مضبوط او عم بيوهمونا فيه كرمال يخدعونا تيوصلوا لشيء معين، او نحن عم ننغش يمكن لانه بس بلبنان بنفكر هيك او بكل العالم؟ لا، هو اكيد شيء مضبوط، لانه الدراسات مثلا بالنازا اثبتت هيدا الشيء من وراء ثلاث اشياء اعتمدت عليها. اكثر شيء هو انه الحراره عم تعلى، حراره الارض عم تعلى، واكثر شيء بال 2015 16 مثل ما قال منيف سجلت هي اعلى حراره من سنه 1180 لهلا. وثاني شغله هي وقتها الاوسيان المي بالمحيط عم تعلى كمان حرارتها، عم من 1960 لهلا عاليه 0.3 درجه فهرنهايت. واخر شغله كمان بيرتكزوا عليها هي وقت الثلج عم بيدوب بالبول نور وبول سود، كمان هيدا كثير عم بتبين انه الاحتباس الحراري هو شيء مضبوط او التغير المناخي. خاصة انه ما عم نشوف نحن بس حكي عم ينحكى، ومش بس على صعيد لبنان بل ايضا على صعيد العالم، وعم لاقي انه حتى هلا البرودويات اللي عم يجربوا ينتجوها عم يعملوا قد ما فيهم انه تكون عن جد ما رح تاذي البيئه يوما ما، ولا رح تكون عم تاثر على التغيير المناخي. بس فعليا اكثر شيء بدي ركز على نقطه الثلج يلي عم بيدوب، اذا بنطلع وبنقرا الاتيودات يلي عم تنعمل في نسبة ثلج كثير كبيرة عم بتذوب، وهيدا شيء عم بيشكل خطر علينا. يمكن نحن هلا ما حاسين فيه ولا هيدا الخطر، بس مش لفترة كثير طويلة رح نبلش نشوف بلدان عم تغرق من وراء نسبة المي المرتفعة يلي سببها ذوبان الثلج. مزبوط، جليد، سوري، الجليد والثلج كله. منيف عندك شي فكرة عن شو معقول يكونوا الأسباب اللي هالقد وصلت لترتفع هالقد درجة الحرارة ويدوب الثلج يلي كلنا بنعرف شو معقول ياثر علينا كلنا؟ ومثل ما قلت انه هذا الدب زعلان لانه خسر بيته، فتخيل كل الحيوانات. اكيد في شيء، يعني انه هو السبب لهيدا الشيء عم بيصير هي الحياه اللي نحن عم نعيشها حاليا، هو التطور اللي عم بيطلع بالمجتمع والتلوث اللي عم بيتركوا وراه، يعني خصوصا بلبنان، يعني بتشوف انه عندنا مشاكل مثلا من زباله، من تلوث هواء، تلوث مي، تلوث صوت، تلوث، يعني كثير انواع تلوث مختلفه بتأدي لهذا الشيء، خصوصا انه نحن عم نستنزف الطبيعه وما عم نرد لها. مضبوط، يعني عم ناخذ عم نقص الشجر، ما عم نحسب انه نحن هدول الشجر عم بيأمنوا لنا الاكسجين وهن اللي عم بينقوا الجو، بس نكون عم نقص وما مثل ما قلت انه ما عم نرد، ما عم نرجع نزرع شجره، فالا ما نوصل لمحل يبطل في شجر نقصهم
رح نصير بالاخر يا بدنا نعمل بعض معامل زياده تنرجع نحصل على الاشياء اللي كانت تعطينا اياها الشجره، بنصير بعد عم نزيد الشغله بعد اكثر. طب الاحتباس الحراري على طول كنا ندرس عنه بالسيانس وبالمدرسه، انه طبقه الاوزون والشمس وبصير في هيدا الكوش اللي بتزيد حراره الارض. طب هدول كلهم عندنا بلبنان يمكن نحن اكثر عالم عم نحس فيها مع كل شيء عم بيصير حوالينا، بس هل فعلا هي كانت شو هن هالاسباب يلي ادوا ليوصلوا لهالمرحله؟ اكيد اول جواب بحس كلنا صار بنعرفه صحيح، اللي هي المشكله اللي عم نعاني منها تقريبا من سنتين لهلا، وهي مش النفايات بحد ذاتها بل حرق النفايات بفتكر، والتلوث يلي عم تتسبب من وراء الدخنه يلي عم تطلع منهم هو اكبر سبب بحطنا عليه، اكيد اضافه للمعامل يلي موجوده للدوخين يلي عم تطلع منها. وكلنا بفتكر بنعرف دوخين جونيا يلي من 20 سنه يمكن لهلا عم بيعلقوا تحديدا على الدخنه يلي عم تطلع منها، وقد ايه نسبه التلوث وكيف فينا نكون عم نحد منها، اضافه مثل ما قلت لمعامل كثير كثيره كرمال هيك يمكن نحن محطوطين هلا بوجه الليستا. صح، وهدول المعامل اللي انت قلت مش بس بيطلعوا دخنه كثير بشعه ومنظر كثير بشع، لانه هن دغري على البحر عدا عن كل الدشيه اللي بينزلوا بالمي وبتاثر على الحياه بتحت البحر دمية. يعني السمك وكل هدول كمان البلوي اسيد اللي بينزلوا، كل هدول الرياكسيون الشيميكي اللي بيصيروا بالسما ما كمان عم يرجعوا ينزلوا هالمي علينا، عم نشربهم، عم نسقي فيهم الفواكه والخضره اللي بدنا ناكلهم، وكل هدول عم ناكلهم. هي لانه البلوي اسيد او الاسيد رين هو نتيجته الدخان يلي عم بيطلع من المصانع عنا، وكمان هلا اكيد كلنا عم نلاحظ انه من عجقه السيارات اللي على الطريق، فهيدي العجقه كمان عم بتسبب اكيد تلوث بالهواء لانه كثير عم بيطلع دخنه من السيارات، كتير كمان عم بتزيد نسبة التلوث بلبنان. بعدين التلوث اللي عم بيصير مش بس عم بيعطي أذى للحياة اللي حوالينا، يعني عم بيأذينا مباشرة عند تنشؤه، وغير مباشرة وقت نكون عم ناكل مثلا خضرة مسقية بأشياء بمي ملوثة مثلا، أو مثلا حيوانات عم تربى بمناخات منا مضبوطة، هيدا كله يعني بيرجع لنا شيء هن بياخذوه وعم بيعطونا إياه، فما بدي أعرف كيف بيوصلنا أصلا. طب عمين فينا نحط على كل حق؟ هيك اذا بنقعد بنفكر انه هل يمكن نحن على طول بنلوم المسؤولين او الاشخاص اللي بالمراتب العاليه اللي هي ما عم تهتم او ما عم تبني مصانع، بس اكيد في حق علينا نحن كشعب بالتقصير اذا بدنا نقول من هالناحيه. هلا بهيدي السيتويشن تحديدا بفتكر كل واحد منا هو مسؤول، كل حدا عم بيدور سيارته الصبح اذا هيك بدنا نفكر حيكون مسؤول، كل واحد عم بيولع الشمينيه ببيته عم بيكون مسؤول، هدول الامور كلنا بتعملنا، هلا كيف فينا نحن نخفف اذا بدك المسؤوليه عن حالنا، نبلش نلاقي الحلول يلي بتخلينا نكون عم نحد من كميه التلوث يلي نحن عم نسببها وننتجها. بدي لوم مش بس كل شخص، بدي لوم حالي، يعني بدي لوم انت وانت وانت وكل حدا هون وكل العالم عم بيحضرونا، لانه مثلا اذا بدكم تفكروا فيها مثلا حالة حدا ممكن يكون عم يدخن سيجاره مثلا ويكب فلتر على الارض، او مثلا ممكن يطلع مثلا على الاحراش يعني يتصيد بطريقه غير مزبوطه، او حيالله شيء، في كثير اشياء نحن بنعملها فعلا اذا بتفكري فيها ما بنعرف قد ايه فعلا بتاثر فينا بطريقه سلبيه وقد ايه بتاذينا كبشر وكطبيعه. تحديدا عن اكزامبل الدخان يلي حكيت عنه، في هلا شركه عم تعمل دخان بالفلتر تبعها بيكون موجود بذره، بتكون عم تزرع شتله او عم تزرع شجره معينه، والسلوغان تبعها انه حافظ على البيئه بس اطول حالك. يعني الواحد عم يدخن هو عم يضر صحته، بس على القليل انت عم تضر صحتك ما تكون كمان عم بتضرها للبيئه، وعم بكبوها وعم تنزرع. واذا بدنا نفكر بنصير نقول نحن انه قد ايه بدهم يبطل في شجر مثلا، بما انه عم نقطع الشجر قد ايه بده يصير في تلوث، بس اذا بنشوف دوكيومنتير معمولين قبل عن كيف كانت عن جد الحياه، كيف كانت الارض قبل ما هالقد يصير في عدد بشر عليها، قبل ما هالقد يبلش في التطور يبلشوا كل هدول الاشياء، كانت عباره عن خضار، كانت كلها خضار، كان الحيوانات مش زعلانين مثل هيدا الدب، كانوا عن جد كل واحد قاعد بمحله، كل واحد عم يعيش مثل مسيك للحياه هو فعليا. هلا مع كل الاشياء اللي قطعت معنا وحكينا فيها، هل برايكم انه لبنان، ما راح احكي كثير عن العالم وعن غير بلدان لانه في كثير بلدان صارت عم تتوقع من كل المشاكل البيئيه اللي عم تقطع فيها وللاسف نحن لا، شو معقول هيك تنظروا لبعدين انه هل معقول نوصل لمرحله او لكارثه ثانيه غير مثلا هلا كارثه الزباله او الدخان يلي عم يطلع من المعامل؟ بعد هيك شيء اعظم وافظع. انا بلاقي انه الحال ما حيتظبط وما حنكون عن جد واعيين انه نحن شو عم نعمل بالعالم، يعني شو تاثيرنا على الطبيعه وشو تاثيرنا على المجتمع وشو تاثيرنا بالنظافه وبالوساخه، قبل ما تجي تسفقنا بوجهنا
وساعتها يمكن ان شاء الله يعني بتمنى انه نوعى ونحس انه لحظه لازم نروق ولازم نراقب خطواتنا. مزبوط. انا بحس يمكن اكثر شيء نحن معرضين له بلبنان هو يمكن الحرايق اللي عم بتصير هلا بالاحراج رح تزيد اكيد بعد الايام، لانه مثل ما قلنا حراره الارض عم ترتفع، وكمان نحن عم نكب قصص بطريقه عشوائيه، هول كله بيسبب حرايق. وكمان بحس انه اللي رح نوصل له بعدين هو تلوث البحر، رح يتلوث بعد اكثر بكثير من ما هو ملوث هلا، رح نبطل نقدر ناكل سمك، رح نبطل نقدر ننزل على البحر، ما رح فينا بقى نعمل شيء، لانه البحر تبعنا ونحن بنعرف انه لبنان كثير غني بالمي، فبعتقد اذا تلوث البحر حنبطل نقدر نستفيد من هالثروه اللي عنا اياها. حتى للاسف الاشخاص اللي بيسافروا مثلا اذا كانوا عم يطلعوا من الطياره هن وطالعين بعدهم طالعين من المطار او هن عم بيغطوا بلبنان، بنشوف لون بالبحر عن جد كثير غريب، يعني مثلا انا من وعليا ماني شايفه بولا بلد ثاني، عم توصل كل فتره كل سنه عم بتزيد نسبه المارون، المي عم نقشع نحن هالقد التلوث فيها كل سنه عم بتزيد عن سنه، يعني اللون تيرم عن جد حتصير مشكله كثير كبيره. بفتكر كمان في هيك مثل انبله موقوده اذا بدكم بعد ما بجت، هي مشكله السيارات، لان احنا كل سنه عم بنشوف جيل جديد عم بيجيب جيل جديد من السيارات، وعم نشوف قد ايه عن جد الطرقات عنا لهلا بعد ما انا مؤهله تحمل هالقد كم هائل من الاشخاص يلي بيسوقوا، فما بعرف لوين بدنا نوصل بيها هيدي المشكله. يعني اول شيء وصلنا لعجقه السير، هلا تنشوف بعدين حتى اوقات السيارات، يعني اقل بيت في عنده سيارتين ثلاثه، وفي سياره اوقات ما عم تستعمل بس عم تضل مصموده محلها، يعني هي هدر للمواد فينا نرجع نستعملها وبذات الوقت اخذها محل. رح نتوقف شوي هلا مع بوز صغيره من هذا الموضوع يلي شوي كثير بنعده حامي وبأثر كثير، وفعلا ما بعرف اذا نحن فينا نصنف حالنا انه نحكي فيه، بس نحن بدنا نحمس جيل الشباب انه نحن نبلش توعيه من عنا. رح ننتقل لعند ريم محضرتي لنا شيء. مزبوط كريستال، انا محضرت لكم مثل اكتيفيتي صغيره، هي صح او غلط كلنا بنعرفها هيدي اللعبه، وموضوعها هو الاحتباس الحراري او التغير المناخي. اول سؤال بدي اسالكم اياه هو انه الاحتباس الحراري او الجلوبال وورمينج هو كمان معروف بتاثير الغازات على المناخ، يعني او الجرين هاوس افكت. صح او غلط؟ افاده السعر. نعم، شيء الافاده السعر. بلا صح. صح او غلط؟ صح. صح. لانه ليش بدنا نشرح ليش، لانه CO2 او الكربون هو بيخلي الحراره بالارض تنحبس، ما بقى بيخليها تطلع لبرا، هيدا الإفي نفسه عنده إياه الاحتباس الحراري، كرمال هيك هن عندهم نفس المعنى. تاني سؤال هو الجرين هاوس غازز أو الإفي ذو السير، هن ما بيخلوا أشعة الشمس تجي على الأرض، صح أو غلط؟ بالعكس بحس يمكن بتوصل أقوى يعني فوق. إنه جلوبال وورمينج بعتقد إنه وقتها يصير في انخفاض بالأوزون، يعني إنه بخف الأوزون، فبيوصلنا مش أشعة الشمس بس الاكس رايز اللي عم تطلع من الشمس عم توصل لعنا. نعم، هيدا هن يلي بحدوها بركه، بحدوا الاشعه يلي ما لازم تكون عم توصل بينما الاشعه العاديه هن مثل فلتر لاشعه الشمس، فبس تخف او تبطل منيحه او قويه ساعتها بصير يفوت حي الاشياء. مزبوط، هي بتخلي اشعه الشمس او الريز يوصلوا اكثر على الارض وبتحبسهم، ما بتخليهم بقى يرجعوا لفوق، كرمال هيك عم بتزيد حراره الارض. ثالث سؤال هو انه الاحتباس الحراري هو مفيد، صح او غلط؟ لا انا بقول كثير صح، كثير كثير صح، كثير مفيد. ماي كثير مفيد وكثير عم بيفيدنا، وما شفنا دمار من وراه، وعم نشوف البحر كله حلو، وما بنشوف عن جد الثلج عم بيدوب. اكيد هيدي المعلومه غلط، لانه الاحتباس الحراري كثير عنده كثير عنده افايات مش منيحه على صحه الانسان وعلى الطبيعه وعلى كل شيء نحن عنا اياه حوالينا، فابدا ابدا ما انه مفيد ولا 1% مفيد ولا شوي. ما زودت معك. اخر سؤال هو انه النتائج تبع الاحتباس الحراري هن موزعين بنفس الشيء على كل البلدان، يعني كل البلدان عم بتعاني بنفس الطريقه من الاحتباس الحراري. بحس انه ممكن كل يعني الارض كمجمل عم بتعاني بنفس الطريقه من هالشيء، بس طبيعه يعني طبيعة انه مثلا هالبلد هون وطبيعة هالبلد هون، هيدا فيه شوب، هيدا فيه برد، هيدا كذا كذا، بيأثر عليه بطريقة غير، بس هو بطبيعة يعني عم يتأذى نفس الشيء.
تحديدا بحس اكثر بلدان عم تتاذى هي البلدان يلي كثير قريبه من البحر، اما يلي عندها مناطق هي تحت حتى مستوى البحر مش على مستوى البحر، لانه اذا بدك تطلع على اللونج تيرم شو رح يسبب الاحتباس الحراري هو انه يذوب الجليد تعلى كميه المي، يعني هدول المناطق رح تكون عم تغرق وهي اكثر عالم عم تتاثر فعليا. يعني الجليد اذا ذاب في غير مناطق رح تغرق أكثر. وكمان بذات المرحله اذا ما في جليد وما في مي ما في يابس بالاخير، بصير في صحراء اكثر، ببطل في هيدا الحقيقة هيدا الخضار، بصير في نشاف، يمكن يصير في حرائق كمان. مزبوط، الاحتباس الحراري منه موزع بشكل ايجال مع كل البلدان، لانه ما بعرف انه كلنا بنعرف انه اكثر بلدان عم بتعاني هلا من الاحتباس الحراري هي اول شيء الاسكا، سيبيريا وغرينلاند، يعني هي كل البلدان يلي اكثر شيء هلا فيها ثلج، لانه مثل ما انتم قلتوا اول شيء بيدوب الثلج على مستوى البحر، ساعتها غير بلدان بتتاذى. وانا هون بكون تخلص الاكتيفيتي تبعي. ميرسي ريم على المعلومات المفيده اللي اعطيتينا اياها، وهلا مشاهدينا رح نتوقف مع ميوزك فيديو صغير ونرجع نكمل حلقتنا. You can have it all. Every part of my world. Take this life and breathe on. This heart that is now yours. You can have it all. Every part of this life and breathe on this heart that is now yours. All the joy I found surrendering my crown at the feet. We'll be right back.
every part of my world. Would you take this life and breathe on this heart that is now yours? منكمل معكم بعد الميوزك فيديو. هلا بدنا نبعد عن المناخ وعن القصص يلي بتأثر سلبا، بدنا نجرب نفكر بطريقه شو اكثر ايجابيه. هلا صرنا اكثر شيء عم نسمع بقصه الاب سايكلينج. شو هو الاب سايكلينج؟ انه اب سايكلينج قصدك مثل الريسايكلينج، يعني انه هي اللي اعاده تدوير الاخبار واعاده استعمالها. اعاده استعمالها يمكن هي اكثر من اعاده تدوير، يعني صح. انا بلا ما اروح على انه ارجع عيدها مثل ما كانت بالاول وارجع صنعها، لا بقدر اعمل شيء معه. كريستال بابلود سابقا اعطيتنا كثير وعاملين كمان كذا شغله بالاستوديو. صح، اكزامبل انت بلاستيك فينا نقصها ونعملها يمكن براسلي او نستعملها كلمبه او حيلا شيء. ريسايكلينج كمان فكره بتغير طبيعة الشيء كرمال تكون شيء تاني، والاب سايكلينج بنحافظ على ناتور الاوبجي بنستعمله لشيء تاني. حتى كمان بالاب سايكلينج يمكن بنحسن الكاليتي تبعه للشيء اللي معنا. مزبوط. سمعتوا عن هيدا ببيروت كان عم يجيب الزباله وعم بيرجع يعيد، يعني عم بيرجع يستعملها بحطها بمكانات معينه وعم بيعمل منها زينه ومثلا حيطان وهيك اشياء كثير. حيطان بيزرعوا منها كمان لانه الاسمده النفايات بيكون فيها اسمده بتساعد انه اوقات يطلع منها نباتات. كمان انا شفته على الفيديو على فيسبوك. ايه على فيسبوك هو هذا. صح، يمكن لو بيصير في منه كذا شخص، انت لو هالفكره بتطبق عند الكل او بيصير في تمويل لكذا شخص يمكن ما نعوز معامل الريسيكلاج الكبيره فينا نستخدمها لغير اشياء. يعني هل بتعتقدوا انه هالفكره الاب سايكلينج والريسايكلينج هي فكره واقعيه مضبوطه فينا نطبقها وهيك فكره طلعت وبتمشي ما بتمشي او ترند هيك موضه بتطلع؟ حسب كل واحد وكيف بياخذها هو على حاله. يعني اذا واحد بشوف انه يعني اذا واحد بشوف حاله انه لازم يعمل هيك وانه هيدا الشيء منيح له وللمجتمع وللبيئه وبلاقي حاله مسؤول عن مثلا التلوث عم يصير وحابب يعطي، ممكن ايه انه واحد يساهم بالموضوع. بس بحس اذا واحد ما بيكترس انه ابدا عن شو عم بيصير لكن ما له عزه. انا بلاقي انه يمكن المشكله نحن هيدي دائما بنواجهها بمجتمعنا، انه اول ما تطلع مثل شغله جديده او ترند جديده بنتحمس لها كلنا، بنصير كلنا بدنا نعملها. بتقطع فتره شهر شهرين سنه بعدين خلص بتموت الخبريه كلنا بننساها ما بقى بنكفي فيها. يمكن لو في شخص واحد مطر هو بضله عم بيخلي العالم تكون هيك محمسه لهيدي الشغله مثلا اب سايكلينج او ريسايكلينج فيها تضل هيدي حل انه دايم، وبعتقد بفيد بالمشاكل اللي نحن عم نواجهها هلا المشاكل البيئيه. حتى التوعيه بفتكر باول طريق. صح. هي اهم شيء. يعني فجاه نحن بدنا نجي نحط لهم للعالم كونسبت جديد اسمه ريسايكلينج، وانا بدي اقول لهم انتم بلشوا اسمه النفايات اللي بتطلع عندكم بالبيت بلاستيك لحال ورق لحال هيدول الاشياء، هيدا خبريه جديده. وحتى قد ما عم اعطيناها اهميه ما بفتكر اخذت قد ما بتستحق عن جد تاخذ اهميه، خاصه عم بحكي على صعيد المجتمع اللبناني يلي نحن كنا بعز ازمه نفايات. نحن فجاه جينا عملنا انترودكسيون لهيدا الشيء الجديد للعالم وما خلينا العالم عن جد تحس شو هو شو اللي بيغيروا هيدا الشيء، بما انه يمكن لهم 20 و30 و40 سنه عم بكبوا كل الزباله بكيس واحد، يعني ما حنحس بهيدا التغيير بما انه نحن التوعيه عنه كان في نقص فيها بمحل ما. ما في توعيه بذات الوقت، ما في محاسبه، يعني يمكن الناس يفرزوا فعلا والاشخاص اللي ما فرزوا حتى لو انت بتتوعي فيهم نهار وثلاثه وشهر و20 سنه، اذا ما كان في اذا هو ما عنده حس المسؤوليه بس اوقات بدك تضطر ما رح اقول تخوفه. في شيء شجعهم حتى صح، يعني ما بحب الجا للتخويف. مثلا بيقولوا انه اذا بتمشي مسرع بيطلعك ضبط هالقد ضبط هالقد، طب اوكي بس ما بدك تفهمه انه اذا سرع رح يمكن يصير معه حادث سياره. اوكي فشلنا بالتوعيه نحاسب بس نعرف كيف نحاسب كمان، هون الشخص بده يكون واعي لهالدرجه. بس بحس اذا يمكن ما فرقت معه التوعيه ما رح تفرق معه المحاسبه. هل برايكم نحن اذا بعدنا عن الاب سايكلينج كيف فينا نخفف من البوليستيرون عندنا بلبنان؟ ما راح احكي برا. بدنا نتفق بالاول ان الاب سايكلينج هي بركه جزء من حل المشكله. يعني انا اذا عملت اب سايكلينج وريسايكلينج انا ما حليتها ابدا لمشكله التلوث، لانه هي بركه هدول الاشياء هن نقطه ببحر التلوث الفعلي يلي عن جد عم بيصير. ما حليتها يمكن بس خففت قد ايه انا عم طلع نفايات بس ما حليتها للمشكله.
يعني المشكله الاكبر يلي كنا عم نقول عنها يلي هي عن جد لفتره طويله حنكون بعدنا عم نواجهها هي السيارات وكثره السيارات والتلوث الناجم عن هدول السيارات. بفتكر الحل مثلا واحد من الحلول انه نكون عم نشجع اكثر النقل المشترك، نكون عم نتفق انا والاشخاص اللي بعرفهم بما انه نحن بنروح على محل واحد مثلا بنقطع على بعض، انا بالجمعه مثلا لهي الجمعه انا بوصلكم جمعه الجاي انتم بتوصلوني، هدول الاشياء نخفف قد ما فينا عدد السيارات وقد ما فينا نرجع نشجع النقل للجماعه، لانه عن جد بلبنان كمان هيدا الموضوع كثير مهمول وما بنعطيه اهميه وبالعكس بنطلع عليه اذا بدك بتحتيه انه تخيلوا انا كون عم بطلع بهيدا. هيدا الفكره على طول بابا بيحكي فيها بخصوصي بس كون عائلين بعجقه السير ونضل ثلاث ساعات على زيت الطريق وبزيت المحل، طب تخيلوا هدول الاشخاص اللي كلهم سوا الا ما يكون في 10 رايحين على زيت المحل بكل منطقه، طب اذا في نقل عام محترم ومنيح بيقدر يأمن ترانسبور لهدول الأشخاص، بنوفر سيارات، هدول السيارات بيحرقوا وبيطلعوا هدول الغازات السامة وكمان بنخفف عجقة سير، فهي كمان كلها بتلعب دور. بس كمان هيدا الشخص اللي بده يسوق البيوس بده يكون عنده رخصة منيحة، بده يكون سائق جيد، كلها بتدخل بحس أنا من ناحيتي بأخلاق الأشخاص. يعني بدنا نشتغل على الأخلاق تنقدر نوعيهم تنقدر نمشي مثلا بهيدي الفكره او افكار ثانيه كمان. بعدين مثلا مش بس قصه سيارات، في قصص مثلا كياس البلاستيك عادي بتاخذها من السوبر ماركت، انه بدل ما انه كل ما نروح على السوبر ماركت مثلا نرجع معنا كيس، فينا ناخذ معنا كيس على السوبر ماركت، هيدي بيستعملوها بيوروب كثير، شفتها هونيك بفوت مثلا كيس كرتون بيكون ايه كرتون مثلا نايلة. اصلا اذا بدك تاخذ كيس من السوبر ماركت هونيك بدك تدفع حقه، يعني مش هيك حياتوك اياه، او زي ما بدكم تعملوا هيك، يعني في كيس بايو ديجريدبل اللي هي بتتفكك بالطبيعه لحالها، هيدا شيء كثير بسيط مثلا بس يعني بيساعد على افق كثير كبيره. كمان فينا نبلش من عنا من البيت نحن انه نجرب قد ما فينا نحافظ على البيئه ونخفف التلوث، مثلا نحن كلنا بالبيت عنا غسالات وفي كثير منا عندهم المكان اللي بتجلي الجلايه كثير منا عنا اياها بالبيت، ففينا مثلا بدل ما ندورها كل 10 دقائق ننطر لحتى هي تتعبى كلها على الاخير تكون خلص ما بقى فيها تساع ونساعتها ندورها، مش نصرف كهرباء ونصرف طاقه على الفاضي. وفينا كمان بالبيت عنا مثلا نجيب اللمبه يلي هي بتوفر طاقه، هي اول شيء حقها منه كثير غالي وبتطول حتى تخلق حتى تنتهي مدتها وكمان عم بتوفر طاقه، فنحن بس بهول الاشياء كثير هينه وكثير بسيطه عم نقدر نحافظ على البيئه ونخفف قد ما فينا من الطاقه. يعني شغله بدها اداره اذا بدي كمان الواحد يكون واعي تيقدر يفكر اوكي انا يمكن ما في اعمل اب سايكلينج او ريسايكلينج بس في خفف من هالبوليسيون. يعني اطفي الضوء بالاوضه اللي مني فيها، يعني هول القصص كثير بسيطه، اذا كل حدا منا عامل هيك اكيد رح نوصل لنتيجه بعدين. شفنا شركه الكهرباء لعبت دور كثير مهم بهذا الشيء، يعني نحن على طول بنضوي على الاشياء البشعه بس فينا كمان نكون ضوي على هذا الشيء الحلو من وراء الدعايات يلي عملتها انه هي كبسه، انتم طفوا الضوء بس تفلوا، وايضا في فتره كانوا عم بيوزعوا على كل بيت ثلاث لمبات كرمال يكونوا عم بيعرفوا العالم اكثر عن لمبه الطاقه تنسميها هيك لمبات التوفير، وعم يفرجوه انه هي تقريبا زيت شيء بس عم بتصرف طاقه اقل، يعني عن جد هن ساعدوا خلونا عطونا مش التوعيه بما انه هي منا توعيه بس فرجونا صح فرجونا شو التاثير تبعها ونحن هلا صارت شغلتنا نحن عن جد نتبع هدول الارشادات يلي عطونا اياها. لانه مثل ما شفنا يعني من هيدا الدب القطبي يلي عم بيدوب الثلج اللي حواليه واخرته يغرق بالاخر، يعني هو واقف على هاد شقفه الجليد رح تدوب كلها رح يموت، نحن كمان هالشيء رح يرجع يرتد علينا، يعني هذا ما اذا بقاله عن جد قالت اذا بقاله سمك ياكل، يعني عم نتنشا هواء وسخ ومش نظيف، عم ناكل اكل مش نظيف، هذا كله رح يرجع علينا، فهل الاستلشاء اذا بدنا رح ياثر علينا. طب في حال نحن ما انتبهنا، يعني هيك شو السيناريو اللي بتشوفوه انه وين معقول يصير العالم او لبنان او حي لبلد اذا بقينا بهيدي البوليسيون اللي على طول عم نطلعها بهالاستلشاء وقله الاداره وعدم التوعيه وكل هدول الاشياء اللي نحن ما عم نفكر فيها. بتعرفي مثلا ما بعرف اذا بتشوفي مثلا موفيز وقت يفوت مثلا شيء شخص على محل بتلاقي هيك مثلا جبال سيارات مكسره وزباله مرميه وما في حضاره ما في شيء كله، يعني في موفي يعني هيك في شيء موفي هيك اكيد نو بس باين يعني تعيس هو اصلا تعيس وما فيه حياه ما في شيء بيعيش منطقه ظاهره من الحرب جديد ما فيها شيء اضرب اذا بدك، يعني اذا منطقه ظهرت من الحرب فيك ترجع تعمريها بس منطقه ماتت كليا لانه
عدم اكتراث وما رعيناها يعني لا هذا شيء احزن بكثير بلاقيه. انا بحس صراحه حشوف عالم مزدهر متطور فيه كثير بنايات فيه كثير معامل فيه كثير مصانع فيه كثير سيارات فيه كل هدول الاشياء بس في عنصر كثير مهم حيكون ناقص يلي هو الانسان يلي رح يستعملهم لان احنا هلا بس عم نفكر فعليا انه شو هيدا الشيء شو بياثر على المناخ شو بياثر على الارض هيدول هن هلا مهمين لانه نحن في عالم يعني في عالم في كائنات حيه غيرنا موجوده على هيدي الارض مش بس نحن لحالنا بس ما بدنا نشوف اذا من 10 سنين لهلا قد عم بياثر التلوث على صحتنا لنا كيف بعد 10 سنين ثانيين وبعد 20 وبعد 100 سنه عن جد حيبطل موجود الانسان. فكروا بقنبله هيروشيما النوويه بعده لهلا عم بيلاقوا كيسز موجودين الراديياسيون فيهم فتخيلوا للاجيال بعد اللي جايه اكثر يعني نحن يمكن نقتل حالنا ما يهمنا انه يلا شو فيها هال 50 100 سنه اللي بدنا نعيشهم بدنا نفكر بولاد واولادنا اللي بدهم يجوا انه نحن عم ننقل لهم هذا المرض اللي نحن بطريقه غير مباشره خلقنا. بعتقد نحن كثير بعاد عن هذا الموضوع لانه في العالم يلي مثلا هي ساكنه حد مطامر او حد محلات كثير في يعني فيات كثير عم بتعاني من امراض في اشخاص عم بتموت من وراء التلوث اللي هي عم قريبه هالقد منه فما بعتقد نحن هالقد كثير بعاد عن انه نوصل على مرحله كثير خطره. صح وهلا رح ننتقل عند منيف شو محضر لنا؟ بدكم تعرفوا شو الاكتيفيتي تاعتها؟ لا اوكي اول شيء اذا حدا بيربح فيها انا بدي اعرف اذا ما حدا بيربح فيها بتربح فيه اذا بتجاوب هالسؤال شو نوع تلوث منه موجود بلبنان؟ خلص ما بتربح مين بتربح؟ يعني الحمد لله بعد ما عندنا راديشن بولوشن بلبنان اكيد انه ما عم فكر انه بفتكر فيها يعني بفكر انه ما تكون موجوده بشيء لا بعد ما وصلت على لبنان انا صراحه سمعت خبريه بس ماني مأكد منها بس حقولها اني ويز واللي هي انه سمعت انه السمنت اللي بيعملوا فيه منه الحيطان إذا ما نعمل له بروسيسنج بطريقة صح بيكون راديو أكتف وبيأثر علينا بطرق ما بتكون بتعرف كيف هي أبدا إن شاء الله ما تكون مزبوطة بس إذا طلعت لازم نشوف شو بدنا نعمل أسعد السلامة ننتبه نصير على هدول الأشياء إذا نحن بعدنا قادرين نتصرف إيه أوكي هلا أنا عندي different types of pollution يعني كذا نوع من التلوث وفي منهم يمكن سامعين فيهم يمكن مش سامعين فيهم وحقلكم الاسامي تاعيتهم انتم حتجربوا تعطوني اكزامبلز منهم موجودين بالواقع اللي عم يعيشوا بلبنان اوكي بدي بلش بالتلوث الحراري ثيرمال بولوشن مثلا شو ممكن مثلا كيف بتشوفوا هالشيء الايسيات يلي بتضل محطوطه نحن بنفكر نحن قاعدين جوا ومبوردين بس مش عم نفكر انه برا المروحه يلي دايره عم تطلع هواء سخن نحن عشناها هيدي هالصيفيه بس تطلع لبرا مش في شوب من الطقس او من الشمس لانه في كثير ايسيات دايره فما برام تحس فيها هواء سخن فبحس هيدي بتلعب ما بعرف او خطر تعبيره في فكر فيها اذا كل مره طلعت هواء سخن لبرا فبعد نحن عم نكب حراره زياده عن الحراره الموجوده اوكي بتعرفوا شو الفيجوال بولوشن تلوث بصري المناظر اللي عم اذا شفنا اذا عم نشوف جبل نفايات اذا بدك شجره مقصوصه كل هدول لا شجره مقصوصه انا بتضايق بس شوف شجره هيك عم تتكسر حتى مش عم بيقصوها بطريقه منيحه ولا عم بيشحلوها عم بيكسروها للشجره يعني هيدي بعد بتاثر اكثر من انك انت تقص الشجره لا قصها اشرف واستفيد منها على انه تكسرها هيك بكون عمرها الاف السنين 100% شو رايكم بتلوث الاصوات؟ كثير هيدا كثير عندنا منه على فكره في بعتقد بالمانيا لانه كان لاحظوا شيء انه في عالم كانت تعيش مثلا على اوتوسترادات ودل اصوات السيارات والزمامير وكذا بدنايا ففعلا بين معهم الفرق يعني انه موت بكير وشيء ما لازم نستخف فيه يعني هلا بنكون ماشي كله بيب بيب قاعد عم يزمر والرجات الموتورات وكذا هلا نحن معودين يعني صرنا خلص انه قطعناهم هول بس انه لا بأسرع نفسياتنا بس اذا بتفكر فيها تعودنا بس تأثرنا يعني صرنا على طول معصبين على طول ستريسي على طول مطوشين بالعجقه بتحس حالك بضيق خلقك بغير عالم اوكي بدور ميوزيك وقاعده مثل غيري هذا اللي بده يطحش هذا اللي بده يعيط بده يصرخ لا كله عم بيأثر بس نحن ما بنكون عم نحس بقى عندي ثلاث انواع تلوث هن الهواء الارض والمي هلا عن الهواء انا بدي اقول شغله انه بالاي او بي عملوا دراسه بال 2011 بتقول انه التلوث الجوي اللي يعني
ضرر اللي صار للإنسان من وراء التلوث الجوي لحديث 2011، يعني صارت الدراسة بين 2008 و 2010 ونزلوها ل 2011 شيء هيك، بس كانوا الدامجز يعني كان الأذى فوق العشرة مليون دولار. فهذا شيء بيحكي لحاله بعتقد. وتلوث الأرض شيء كلنا عم نعاني منه، شيء كلنا عم نساهم فيه إذا بدك كمان. وتلوث المي يعني كمان مثل ما حكينا قبل إنه الخضرة اللي عم ناكلها واللي عم بيشربوها الحيوانات وكل هيدا الحكي. حتى كمان بدي أزيد شيء قالوا اللي قاله منيف، إنه تلوث الهواء كتير في عالم ما كتير بتعطيه الأهمية اللي هو لازم ياخدها. في كتير بيركزوا بس على تلوث الأرض وعلى تلوث المياه، بس ما كتير بيعرفوا إنه مش إنه بيعرفوا بس ما كتير بيحطوا أهمية على إنه تلوث الهواء كتير بيؤدي لأمراض وكتير بيؤدي بعدين على نتائج سلبية إن كان على الطبيعة إن كان على الإنسان. فكرمال هيك بعتقد هو من أخطر أنواع التلوث، التلوث الهواء. منشوف على طول الأطباء بينصحوا الأشخاص الكبار بالعمر بركي اللي عندهم مشاكل بالرواية طبعاً أو ما عندهم ربو يكونوا عم يتوجهوا على المناطق الجبلية، لأنه بيقولون أنه الهواء فوق نظيف. يعني فينا نشوف هون بس مجرد ما نحن نكون منعرف حدا هيك عن جد نقدر نخدها مثل عبرة لقلنا أنه عن جد، لأن بالجبل بعد ما صار فيها هيدول المصانع الكتير كتيرة ما في السيارات هالقدة بكترة وبعجقة، وإن شاء الله ما يصير فيه. هلأ لا أنا مع أنه يكون عم يتطور بعد الجبل أكتر من هيك ونعطيه أهمية أكتر، بس على صعيد الأكوتوريزم بركي يكون عن جد كل شيء على الأتيكات. حتى بالمدينة كمان ناخد شوية من الجبل قدام كل بناية نزرع شجر يكون في المساحات الخضراء نرجع نشجعها حتى نرجع نحن ننظف والجو كله ينضف والتلوث الهواء. مشاهدينا رح ننتقل لآخر ميوزيك فيديو في حلقتنا تروح على آخر فقرة. Old things have passed away. Your love has stayed the same. Your constant grace remains the cornerstone. Things that we thought were dead are breathing in life again. You cause your sun to shine on darkest nights. For all that you've done, we will pour out our love. This will be our anthem song. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore.
our devotion poured out on the feet of Jesus. Song today. وصلنا لآخر فقرة من حلقتنا وآية اليوم. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. ليش إف؟ لأنه بفتكر هلأ كل اللي حكينا عنهم هن نحن كإنسان إذا بدكم خربناهم. وبهيدا الآية من الإنجيل بتقلنا أنه الله حطه لآدم بهيدا الجنة كرمال يكون عم يحفظها ويرعاها. يعني نحن ما كنا على قد لهيدا المسؤولية أبدا. هيدي الجنة عملناها يمكن لشيء تاني كليا دمرناها. نحن شايفينها جنة بس فعليا هي عن جد عكس هيك بكتير. مزبوط. منيف ساكت. بلا منيف. ما عنيت لك شوي الفكرة. ما في شيء هيك مساج بتحب توصله من هيدي الآية؟ شيء رسالة أو هيك فكرة توصلها للعالم؟ أنا صراحة أنا إنسان كتير يعني بحب الطبيعة وبحب يعطي للطبيعة مثل ما الطبيعة بتعطينا. وبهالآية بتوضح هذا الشيء بشكل كتير حلو إذا بدكم. وبس إنه بتمنى إنه مش أنا أخذها عبرة، إنه غيري ياخذوها عبرة كمان كرمال تأثر فيهم يعني ويقدروا ياخذوا الخطوات المناسبة ليوصلوا محل ما لازم. أنا بحس إنه هيدي الآية هي الخلاصة تبع حديثنا اليوم كله. بتفرجي إنه يمكن محل ما نحن عايشين نحن مش باقيين هون دايما، في غيرنا بده يجي، في كتير ناس من بعدنا بدها ترجع تعيش بهلا محل ما نحن قاعدين. فهيدا المحل اللي نحن فيه هو مثل أمانة من الله بعث لنا إياها وخلق لنا إياها، لازم دايما نحافظ عليها لأنه نحن مش عايشين هون لحالنا. يمكن قلنا هيدا الشيء من قبل، وجاي كمان كتير ناس من بعدنا على هالبيئة اللي نحن عايشين فيها، فلازم نكون على قد المسؤولية ونحميها قد ما فينا حتى ما نوصل بعدين على كتير مشاكل ما نقدر بقى نتخلص منها.
كمان عن جد نفكر انه هيدا بعدنا نحن منا مؤخرين، بعدنا قادرين نعمل رغم كل التلوث، رغم كل النتائج السلبية يلي عم تأثر علينا، نحن بعدنا قادرين نتحرك. بس أقول قادرين نتحرك بيكون قصدي أنه كل واحد لحاله قادر يتحرك، مش ضروري ننطر كل العالم يجوا معنا أما ننطر جمعيات هن يكونوا عم بيدرونا. عن جد كل واحد لحاله قادر يكون عم بيأثر من خلال هو قد بيعمل تلوث بنهار، من خلال الدخان، من خلال السيارة، من خلال البارفان حتى يلي هو عم بيرشه. كل واحد يبلش من حاله كرمال نكون نحن قدوة لغيرنا وعلى أساسها يمشوا مثلنا. حتى عصير البارفان كمان لازم انه كلنا نجيب نتأكد، مثلا بس نجيب بارفان ديودوران واي شيء فيه قصص تنرش، نتأكد انه عليهم اللوجو يلي عليه الكرة الأرضية، انه هيدا ما فيه الـ CFC او ما فيه الأورغانيزم يلي بتطير بالهواء. فهيدا كمان نحن بنكون عم نحكي عم نحمي الطبيعة بشكل انه ماشي بأبسط الأشياء اللي عم نعملها، بنكون بس إنه بالمقابل عم نحمي كتير الطبيعة. نقدر ننتقل للعالم، يعني هذا الموضوع لو قد ما حكينا فيه يمكن ما رح نخلص، لأنه في كتير أشياء نحكي فيها. بس مثل ما كل حدا منكم قال، تبلش بدنا نحنا وبأشياء بسيطة منقدر نوصل لها. بدك تقول شيء؟ بدي أقول إنه في نوع تلوث أنا نسيت أذكره، واللي هو تلوث بعده عم بيكبر، يعني هو تلوث تكنولوجيا وتلوث الالكترونكس. الاي ويست اكزاكتلي، الاي ويست شيء كثير مهم، لانه يعني انت بتستعمل تليفون قالوا عم تحكي ووقع وانكسر وكبيته، اوكي كبيته بس ما خلصت منه، يعني هيدا بعده بقلبه كهرباء وبعده عم بيعطي ويفز بيأذوا الانسان. صح. انت بتعرف وما بعرف اذا انتم كمان بتعرفوا انه كل ساعه في 80,000 تليفون عم بينكب بالعالم. يعني تخيلوا انتم قديش عم ينكب بنهار، مش بس حتى تليفون، اي شيء، اي نفايات الكترونيه عم تنكب بهالقد كميات، ما عم تنفرز، ما عم تنبعت على الاماكن المختصه حتى هي تعمل لها ريسايكلينج بالشكل المضبوط. فهيدا كمان شيء كثير هلا لازم نتطرق له، الاي ويست. هو صعب لانه التليفون منه معمول من ماتيريال وحده، مثلا بدهم يفككوه ياخذوه يعملوه. على فكره في جوجل كانوا عم بيشتغلوا على مشروع تليفون اللي هو اسمه الارافون، اللي هو بيصير كرمال يعني تجنب هالموضوع عن بكير، تليفون ومن وراء ما له شيء، يعني بتشتري البطاريه، بتشتري الكاميرا، بتشتري كل شيء سيبريت ميموري، وبتحطيه عليه حسب سبيسيفيكيشنز تاعولك، فحسب قد ايه السبيس بيسمح لك تليفون مثل بلوك، بتقدر تركب عليه اشياء كرمال اذا وقع انكسر شيء منهم بيقدر مثلا ينحط ينعمله ريسايكل او ينكب مثلا، انه بيكون اضبط بكثير من ما انه تكبش التليفون كله. فكره كثير حلوه. ولهون نكون وصلنا لخاتمة حلقتنا لليوم، كانت حلقتنا عن الاحتباس الحراري وعن التغير المناخي. إذا حيالله حدا منكم عنده أي تعليق بحب يقدمه، ما تنسوا أبلود ديلي شو على فيسبوك إنستغرام وعلى تويتر، ونحن منشوفكم بحلقة جديدة الجمعة الجاي. طورونا، باي.